التطورات والأحداث في هذين الملفين مع ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا على الهواء الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ علي السيد. أهلا بك يا أستاذ علي وصباح الفل والورد. صباح الخير يا أستاذ هشام، على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك يا أستاذ علي. ويمكن إحنا بقالنا فترة بنتكلم تحديدا في الملفين دول، ملف يعني ليبيا وملف سد النهضة، كل يوم الحقيقة بيحصل فيهم تطورات على أكثر من مستوى. لو بدأنا الحديث بتطورات الشأن الليبي، خلينا نتكلم على تطورات الشأن الليبي وآخر المستجدات، وطبعا هنربط ما بين الوضع على الأرض وما بين التصريحات التركية اللي هي من وقت للتاني بتصدر على لسان عدد من المسؤولين، أبرزهم طبعا إن هم قالوا إحنا لا نريد الحرب مع مصر بأي حال من الأحوال. عايز أعرف من حضرتك الجهود الدبلوماسية والتحركات اللي حصلت فيما بعد وأدت إلى هذه ردود الفعل اللي إحنا بنسمعها من وقت للتاني. الحقيقة أنه مصر زي ما حضرتك قلت في المقدمة قامت بجهود دبلوماسية كبيرة ومهمة، سواء باتصالات قام بها السيد الرئيس أو اتصالات قام بها السيد وزير الخارجية، وده كان نتيجته الحقيقة أنه الوضع لم يشتعل أو المعركة لم تقع. لكن تركيا على الجانب الآخر بتواصل استقدام الجماعات الإرهابية من سوريا ومن مناطق أخرى إلى ليبيا، وهناك تحشيد كبير تقوم به تركيا على مع جبهة ما يسمى بالوفاق، وأنا بسميه الحقيقة الشقاق. هذا الشحن الكبير، طبعا الموقف الأوروبي تحسن كثيرا على المستوى السياسي على المستوى الدبلوماسي، لكن على مستوى أنه يكون في حزم في مسألة تهريب الأسلحة وتهريب المقاتلين لم نرى الحقيقة أي عملية ضبطت. يعني حضرتك عارف أنه في ما يسمى بعملية إيريني في البحر الأبيض المتوسط، لم تستوقف حتى يعني مركب صغير. طب هنا يا أستاذ علي مين مخول ليه أنه يقوم بعملية المراقبة على السواحل الليبية؟ عشان الناس تكون معنا في الصورة، نعرفين أن في تجاوزات في مرتزقة بترسلهم تركيا من وقت للتاني عن طريق البحر، وحضرتك بتقول ان المفروض يكون هناك رقابه ولكن هي غير موجوده على الاطلاق. هي المفروض ان الاتحاد الاوروبي مع الامم المتحده في عمليه مراقبه لهذه الاسلحه. هذه العمليه الحقيقه مسمى، لكن على ارض الواقع لا تمارس اي شيء، لم يحدث انه ضبطت اي عمليه. اتكلمت مع حضرتك في الاسبوع الماضي انه عندما حاولت احدى السفن الفرنسيه ايقاف سفينه فرنسيه تعرضت من فرقاطة تركية إلى وضع قتالي يعني، وبالتالي وتركيا وفرنسا اشتكت للنيت ولم يتم شيء، واشتكت حتى للاتحاد الأوروبي لكن لم يكن هناك خطوات عملية. الأزمة أيضا مشتعلة بين تركيا وبين اليونان، وسمعنا أخبار أنه كان يمكن أن تشتعل معركة خلال الأيام الماضية لولا تدخل المستشارة الألمانية ميركل. يعني الواضح جدا انه تركيا لديها ازمه كبيره مع الشرق مع الغرب مع الاتحاد الاوروبي. هي صحيح لديها بعض الاتصالات مع الولايات المتحده الامريكيه، هذه الاتصالات دفعتها بانها تتخذ بعض الخطوات الى الامام، لكن في نهايه المطاف حدث اتصال بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي، واتفق على انه لابد انه الا نصل الى الحرب والا نصل الى معركه، وانه لابد من وقف تهريب السلاح الى جميع الاطراف الليبيه. الموقف حتى الان نقدر نقول انه في وضع من ناحيه السلام في وضع ثبات، لكن